السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مشاهدي قناة إقرأ الفضائية. نجدد بكم التحية في حلقة جديدة من برنامج كاتب وكتاب، ويسعدنا في هذه اللحظات أن نستضيف في هذه الحلقة الأستاذ سعود بن علي الثبيتي تحت عنوان كتابه إعلامي يخرج من عنق الزجاجة. أهلا مرحبا بك أستاذ سعود. أهلا ومساء الخير على الجميع إن شاء الله، حياك الله يا أستاذ. الله يحييك. في البداية نود أن نتعرف على كيف جاءت فكرة هذا الكتاب، وهو مخصص، يعني هل هو مخصص للإعلاميين المتخصصين أم للقراء بشكل عام؟ والله هو ما في شيء من التخصص، هو حكاية إعلامي مارس الإعلام في 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 وقت كان صعب جدا، إيصال المادة وكتابتها وتصوير ذاتي وطباعة ذاتية، تصوير ما في تكنولوجيا، ما في طبعا في اللي في من عام 98 وال 1400 ما كان في جوالات ولا كان في، فكنا نطبع الصور احنا على حسابنا ونكتب بايدينا، ما في كمبيوتر، كان كمبيوتر صخر ذيك الايام، والمادة نرسلها عبر التاكسي، واحيانا انا اركب سيارتي اروح لجدة عشان اسلمها. طبعا هي معاناة فعلا، لكن كان لها متعتها الخاصة ولها طعمها الخاص ذيك الايام، وكنا نخرج بمواد، نطلع بتحقيقات، نطلع بتقارير، نتجول في الشوارع، ما هو زي الجيل الجديد الان. فطبعا نتاج هذا الكتاب كان من خلال محاضرات كنت انا القيها للطلبة عبر الواتساب، طلبة جامعة ام القرى، وما شاء الله يمكن حوالي 170 او ما شابه اشتركوا معنا، واعطيناهم دورات شباب وشابات، وكان معي ولا زال الاستاذ محمد الياس طبعا من قدام الاعلاميين، والاستاذ حمدان المالكي كنا في جريده البلاد، وادينا دورنا بتقديم اللي نقدر عليه للطلبه حتى نعرفهم على الاعلام ومدى صعوبته يعني. فخرجت بالكتاب من خلال هذه المحاضرات، كتبت لاني كنت اشرح لهم المعاناة يعني، وهي مجرد يعني بوح وتحفيز للطلبة. ايضا من ضمن دفته انه فيه شروحات بسيطة كيف تصبح اعلامي، كيف تتعامل مع الاعلام، كيف تكون يعني لك مكانة، بالاضافة الى بعض المقالات اللي بخصوص المواقف، يعني غالبا ما ياخذ بعض الكتب او كتيبات نستطيع ان نقول بهذا الحجم مده زمنيه محدده لدى الكاتب، لكن هل نستطيع ان نقول ان هذا الكتاب هو عباره عن سنوات من التجميع او الذكريات؟ لا ابد، هو ممكن ما اخذ معاه يمكن شهرين او شهر، لكن الخبرات اللي موجوده فيه هي خبرات سنوات، خبرات مختصرة ما توسعت فيها، زي اللي إشارات أو إنه كذا يواجهك، إنه واجهني كذا، إنه يعني زي ما تقول هو كبداية ترى، ولا في باقي من الكتاب إن شاء الله قريب العاجل إن شاء الله أنتهي منه، قد يصل إلى 400 صفحة، أذكر معاناتنا مع الإعلام الحديث والسوشيال ميديا والمشاكل اللي إحنا قاعدين نعاني منها، التي تسببت في إضعاف الإعلام بشكل صراحة، اللي هي شغلة النسخ واللزق، شغلة النقل، ما عاد فيه الإعلامي، ما صار يطلع يروح يتجول يبحث، ما عاد فيه. طبعا ذكرت في الكتاب الدكتور عبد القادر طاش رحمة الله عليه، كان مدير قناة إقرأ، وكان من الناس اللي دعموني في جريدة البلاد رحمة الله عليه، ذكرت الأشخاص اللي وقفوا معايا، ذكرت الأشخاص اللي قدموا لي يد المساعدة، الواحد ما ينسى المعروف طبعا. فهو نتاج تجربة فقط يعني كبداية إن شاء الله، لكن إن شاء الله الطبعة الثانية بيكون مشوق أكثر وفيه هجوم أكثر على الجيل الجديد هذا الآن. أكيد، بما أنك ذكرت الجيل الجديد وذكرت الصعوبات اللي كنتم تمرون فيها لإيصال المقال أو
أو حتى التوصل إلى المعلومة ومصدر المعلومة والتعامل كأحد الصحفيين بشكل ذاتي أكثر مما هو الآن عليه، مجرد أنك تكتب مقالة تستطيع أن تضعها على السوشيال ميديا، شاهدت العديد من الناس وفعل العديد من الناس. كيف وجدت الفارق ما بين الاثنين؟ ولاحظت أنك ذكرت أن هناك إيجابيات وسلبيات في القديم وأيضا إيجابيات وسلبيات في الجديد، الفارق بينهم من ناحية الإيجابيات، كيف تجد الإيجابية الحاصلة الآن في العصر الحديث مقارنة بما كنت عليه؟ والله شوف، الإيجابية أن المعلومة توصل بسرعة، لكن برغم أنها توصل بسرعة ما هي بصالح الكاتب نهائي. ليه؟ لأنه أصبح كل العالم قاعدة تكتب، كل العالم إعلامي. في السابق كنت أنا من متابعين الكاتب عبد الله الجفري رحمة الله عليه، وأنا تعلمت منه الكثير. كنا نتشوق لمقالاته وننتظرها، نمسك سيرة عند الجريدة، نشتري الجريدة عشان نقرأها. الآن يجيك رابط ممكن يفتحه ممكن ما يفتحه، إلا إذا كان لك متابعين خاصين وناس يعني يتابعونك ويتشوقون لمقالاتك مثلاً. فلو إنه بقيت الأمور على حالها كما السابق، أنا أشوف إنها إيجابياً لإيصال الفكرة أكثر. ليه؟ لأنه الإنسان الشخص أو المتابع أو القارئ يسعى للجريدة حتى يطلع هو من ذاته. صحيح. الآن ترمي في وجهه كذا. هل سيأتي يوم أن تختفي من وجهة نظرك الصحف الورقية؟ والله هي ما هو، لكن أنا أرى أنها بتختفي نهائي. حتى وإن كان لها وجود، لكن وجودها مادي أكثر من ما هو عملي. وجودها أنا أشوف أنه على وشك الانهيار نهائي يعني. كل الصحف الآن بدأت تتجه يعني هم ذكروا أنها ممكن تختفي أو مهددة بالاختفاء أثناء ظهور الراديو، ثم لما ظهر التلفزيون قالوا الراديو مهدد أيضا باختفاء، ثم لم تجد في أمر الواقع أنها كلها موجودة حاليا، ما زالت موجودة. موجودة بس إنه الإقبال عليها قليل. ما في، خلاص الآن كلهم إعلاميين، الآن الشعب كله إعلام، كله إعلام، تجيك المعلومة والخبر في ثواني من الواتساب، سناب شات أصبح. فاللي عنده المادة وتكون مادة دسمة ومفيدة للمجتمع ويتناولها بطرقه هو بأسلوبه هو اللي ناجح الآن في الوقت الحالي. فهو طبعا نرجع في التميز، إذا أنت تميزت أنت طبعا بتستمر إن شاء الله تطلع للتميز إن شاء الله. طيب في ظل ما نحن عليه الآن من زي ما قلت أي أحد يقدر يكتب، كثرة الصحفيين والكتاب وأيضا سهولة يعني قراءة المقالات بشتى أنواعها في المجال الإعلامي، ما هي الطريقة التي تنصح بها عملية الاستنقاء في القراءة؟ والله ما تقدر تفرض أنت على كل واحد، له توجهه، كل واحد له تفكيره، كل واحد له اتجاهه في عما يبحث عنه. لكن أنه أشوف أنه الأمور الاجتماعية التي تعالج قضايا المجتمع، أنه أشوف أنه وأتمنى أنه الكتاب يكثروا من هذا الشيء، لأنه مع التكنولوجيا الناس أصبحت ضايعة، تحتاج توجيه، تكثيف. إذا أن الله أوهبك بالقلم، حاول أنك تكون أداة موجهة، حتى لو يتبعك واحد ولا اثنين فلها دور. الأمور الاجتماعية السوشيال ميديا الحقيقة أنا من الناس اللي ناقمين عليها، وكتبت كذا مقالة عنها، ولكن برضو لكل جيل له مساوئه وله حسناته وله إيجابياته، ما يقدر يغير منه. ذكرتم في أحد الفصول الموجودة في الكتاب الإعلام العربي بين الحياة والإعدام، ماذا كنتم تقصدون بهذه الفكرة؟ والله شوف يا سيدي، بالنسبة للإعلام العربي في الستينات كان الإعلام العربي موحد، نعاني مع بعضنا، نحس بآلام بعضنا، ندافع عن بعضنا كعرب يعني. الآن الحقيقة أصبحت الإعلام العربي مشتت،
تفكيره أو رسائله اللي يوجهها مختلفة، كل له صار أصبح كل من إيده إله. لكن من في الأول كانت في الستينات أو لا هي بالضبط في الستينات كانت الأمور مرتبة، كان العرب متحدين وكان كلمتهم واحدة. فللأسف الإعلام الزمن هذا أصبح تجارة يعني. أخيرا أستاذ سعود، كرسالة تود أن توجهها للإعلاميين في هذا الوقت الحالي، من أحد الذين نستطيع أن نقول من المخضرمين في الجزء الخاص بالإعلام، عاصروا الإعلام بجزءه الأولي والآن بالجزء المعاصر، فما هي الرسالة التي تود أن توجهها لهم؟ أوجه لهم خصوصا الإعلاميين اللي هم القدامى ولا زالوا، أوجه لهم أول شيء شكري وتقديري أنهم يعني تحملوا وصبروا على مهنة المتاعب ولا زالوا يجاهدون. ورسالتي للإعلاميين الجدد أو الإعلاميين الشباب أنه إذا لم يعمل الإعلامي على صنع الخبر، لأنه الإعلام صناعة، الإعلام صناعة، ودائما أنا أكتبها في مقالاتي وأكتبها في هذا أن الإعلام صناعة. فالإعلامي إذا لم يصنع المادة ويصنع الخبر ويصنع التقرير فعذرا هو ليس إعلامي ولا هو يم الإعلام. فنتمنى لهم التوفيق ونتمنى أنه نشوف إعلام ناجح يرتقي ويدافع عن الوطن، لأنه الإعلام هو الخط الداخلي بعد الأمن العام أو والجيش، فهو أساسي يعني سلاح ذو حدين. فإن شاء الله أنه نستخدمه لبناء الوطن والدود عنه، ونتمنى لهم التوفيق إن شاء الله. تحياتي لكل إعلامي قديم ولهم مني تحية عبر قناة إقراء. يعطيكم ألف عافية. أخيرا أشكرك جزيل الشكر، وأتمنى أنك نتشرف بتوقيعك على الكتاب في برنامجنا. إلى هنا مشاهدينا الكرام، نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية حلقتنا، والتي كانت عبارة عن تجميع للمواقف والخبرات القديمة ومحاكاتها بالعصر الحالي، ليخرج منها كتاب بعنوان إعلامي يخرج من عنق الزجاجة. كان معنا في هذه الحلقة الأستاذ سعود بن علي الثبيتي، نشكرك جزيل الشكر ونلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة بإذن الله. إلى اللقاء.